بصمت المنتوجات المحلية المغربية على حضور مميز للسنة الثامنة على التوالي في إطار فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بباريس. وهكذا حل 30 عارضاً يمثلون نحو 60 تعاونية فلاحية من مختلف جهات المغرب، وذلك بمبادرة من وكالة التنمية الفلاحية قصد تقديم منتوجات مجالية ذات قيمة سوقية عالية وربط علاقات أعمال مع المستوردين. وقد قام وفد رسمي بتدشين الرواق المغربي الذي يتيح لزواره الذهاب في سفر ممتع وخوض تجربة استثنائية، حيث تنظم باقة من الأنشطة في فن الطبخ وأخرى ثقافية. مشاركة المغرب في هذا المعرض تندرج في إطار الاستراتيجية الطموحة لوزارة الفلاحة والرامية إلى تطوير تسويق المنتوجات المحلية والترويج لها والمنفذة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي يولي اهتماما خاصا لصغار الفلاحين لا سيما منتجي المنتوجات المجالية. وحضور المغرب في المعرض الدولي للفلاحة بباريس يشكل جزءا من هذه الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة للنهوض بالمنتوجات المجالية من خلال دعم التعاونيات وتحفيز مشاركتها في معارض دولية، لكن أيضا في معارض وطنية من قبيل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي ستنظم فعالياته في أبريل المقبل بمدينة مكناس. الوكالة تشارك للسنة الثامنة على التوالي في هذا المعرض الذي يمثل موعدا لا محيد عنه بالنسبة للعالم الفلاحي، ونحن نشارك هذه السنة ب30 عارضا يمثلون أكثر من 60 تعاونية وأزيد من 1680 فلاحا ومنتجا والذين يتألفون من نساء وشباب وفلاحين صغار. أزيد من 60 منتوجا مجاليا تحظى بالتصديق حاضرة في المعرض الدولي للفلاحة بباريس، وهي منتوجات تحظى بطلب كبير وتتمتع بصيت مهم على مستوى السوق الفرنسية والأوروبية. ويستقطب المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي يعد أكبر تظاهرة فلاحية فرنسية موجهة للعموم ما يناهز 700,000 زائر. وينظم المعرض الذي دشنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه السنة تحت عنوان الفلاحة تفتح لكم ذراعيها، بما يشكل أسلوبا ينهجه المنظمون لتأكيد أهمية تعزيز الصلة مع الفلاحين ومنح الرغبة في اكتشاف عالم الفلاحة وإظهار جاذبيتها وغناها.